ازاي تتخلصي من الامساك في الحمل في 7 خطوات؟ هنا عيادة لأم الطفل ومعاكم دكتورة إلهام عز الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير وصحة وسعادة. النهاردة هنتكلم عن مشكلة بتؤرق ستات كتير وبتضايق ستات كتير اثناء فترة الحمل، وهي مشكلة الامساك اثناء الحمل. هنعرف ايه اسبابه وهنعرف ازاي نتغلب عليه في 7 خطوات، بس خطوات بسيطة جدا وهتساعد كتير في تقليل الامساك اثناء الحمل. ايه اسباب مشكلة الامساك اللي بتظهر اثناء الحمل؟ الحقيقة انه ليها اسباب كتير، اهمها هو الهرمونات. هرمونات الحمل بطبيعتها بتقلل حركة الامعاء وبتزود الامساك. اشهر طبعا او اهم هرمون من هرمونات الحمل هو هرمون البروجستيرون، ده بيقلل حركة الامعاء بنسبة كبيرة جدا، فبيعرض معظم الستات الحوامل للامساك بدرجات متفاوتة، يعني في من امساك خفيف لامساك شديد جدا، ممكن يعمل لها مشاكل ومضاعفات كبيرة. ايه غير الهرمونات ممكن يعمل مشكلة اثناء الحمل او يعمل مشكلة الامساك اثناء الحمل؟ ضعف التغذية، الست ما بتاكلش كويس خصوصا في اول 3 شهور مع الغثيان والقيء، الست ما بتاكلش خالص او بتاكل اكل قليل جدا، اكل مفتقر للعناصر الغذائية المهمة، ساعتها بيكون عندها مشكلة الامساك، مشكلة بتبقى عصيبة جدا مع قلة الاكل بالذات مع القيء والغثيان. تالت حاجة هو تناول الحديد، من المعروف ان معظم الحوامل، واحنا بنكتب عموما لكل الحوامل ادوية للحديد او اقراص من الحديد او حقن من الحديد. الحديد من الحاجات بالذات لو اتاخد اقراص بيعمل امساك بطريقة جامدة جدا، بيعمل صعوبة وبيعمل تعب جدا في موضوع الامساك ده، علشان كده الحديد من الحاجات اللي بتعمل الامساك، وهي من الحاجات اللي بتزود الامساك اثناء الحمل. رابع حاجة هو ضغط الجنين على القولون خصوصا في الشهور الأخيرة، طبعا مع الشهور الأخيرة يعني في الشهر 8 في التاسع الحمل بيتقل جدا، بيضغط على الأمعاء، بيضغط على القولون، بيسبب صعوبة في حركة الأمعاء، وبالتالي الإمساك كمان بيزيد. يبقى احنا عندنا عوامل تانية، بس هي دي أهم عوامل بتسبب الإمساك أثناء الحمل. طيب احنا عرفنا كده الأسباب، إزاي نقدر نتغلب أو نتعامل مع امساك الحمل في 7 خطوات؟ زي ما قلت لكم خطوات بسيطه جدا تقدروا تنفذوها كلها. اول حاجه شرب الميه. من المشاكل اثناء فتره الحمل انه في ناس ما بتشربش ميه كويس خصوصا في فصل الشتاء، الحامل مش حاسه ان هي عطشانه دايما، ولكن قله شرب الميه بيعمل مشاكل كتير جدا، بيزود نسبه التجلط في الدم، بيعمل مشاكل زي مشاكل التهابات مجرى البول. من ضمن المشاكل بتاعت قله شرب الميه هو الامساك. طبعا قله شرب الميه بالذات لو في قيء او غثيان، بيبقى الميه، في ستات ما بتشربش ميه، بتقعد اليوم بحاله يوم ويومين ما تشربش ميه خالص. واقصد هنا بالميه الميه، ما اقصدش العصير، ما اقصدش الشاي والقهوه والكلام ده، لان الحاجات دي كلها مضره للبول، فبتقلل الميه اللي موجوده في الجسم في النهايه، فانا اقصد الميه 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 العاديه. علشان كده بنصح كل سيده حامل تحرص على شرب الميه بانتظام وتراقب شربها للميه. تاني حاجة غير شرب المية هي تناول الألياف، الألياف الموجودة في الفواكه والخضروات بالذات. السيدة الحامل لازم تحرص على تناول الخضروات والفواكه يوميا. تالت حاجة الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم. المغنيسيوم من العناصر المهمة جدا في تنظيم حركة الأمعاء، في بعض الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم ممكن تساعد جدا خلال فترة الحمل. زي ايه؟ زي الخضروات الورقية كلها، أشهرها طبعا السبانخ والملوخية، الحاجات دي غنية جدا بالمغنيسيوم، موجود في المكسرات كمان، موجود في الأطعمة البحرية اللي هي فواكه البحر الموجودة أو الأسماك البحرية، كل دي حاجات غنية بالمغنيسيوم. المغنيسيوم بيظبط حركة الأمعاء وبيساعد جدا في مقاومة الإمساك. نمرة 4 النشاط البدني. النشاط البدني، وما تفهمونيش غلط، انا مش طالبة انها تروح تنزل الجيم وتلعب رياضة عنيفة على غير عادتها، يعني خصوصا لو هي مش متعودة، لكن انا اقصد ان في بعض الستات عندها اعتقاد ما انها لازم تفضل نايمة 24 ساعة طول فترة الحمل حتى لو ما فيش اي مشاكل. الست لازم تفضل نايمة، ما بتتحركش، ما بتقومش من مكانها، بتروح عند والدتها مثلا عشان حتى ما تتحركش خالص، تلاقيها طفشانة وراحت لمامتها بالذات في اول حمل. لا يا ستي، احنا مش بنقولك تحركي حركات صعبة ولا عنيفة، لكن على الأقل الحركات العادية، يعني تعملي بعض الأنشطة البسيطة في البيت، تتمشي. المشي والحركات البسيطة دي بتساعد جدا في انتظام حركة الأمعاء، وبتقلل بالتبعية حدوث الإمساك، علشان كده ما تفضليش نايمة طول الوقت، لازم تتمشي. نمرة 5 زيت الزيتون.
زيت الزيتون من العناصر اللي بتنظم حركة الأمعاء جدا جدا جدا. بنصحك انك تستبدلي الزيوت العادية اللي بتستخدميها في أكلك أو الدهون العادية بزيت الزيتون. طبعا هو ليه فوائد كبيرة، لكن من ضمنها أو من أقوى الفوائد للحامل إن هو بيقلل الإمساك بدرجة عالية جدا. نمرة 6 هو تنوع الطعام. من المشاكل مش بس للحامل، لأي واحدة عادية أو لأي حد، اللي بيركزوا على أطعمة معينة. الناس دايما بتركز على البروتين ومعاه النشويات، وبينسوا خالص الخضار والفاكهة والأطعمة المتنوعة. دايما حاولي تنوعي وجباتك، يعني مش كل اليوم ونفس الوجبات المكررة، مش كل شوية نفس الحاجات، لا حاولي دايما تنوعي وجباتك، تاكلي أكتر من صنف، أكتر من حاجة، دايما طبق سلطة موجود، طبق خضار موجود. تنويع الأكل أو الأكل المتوازن والمتنوع والغني بالعناصر أكبر ضمانة ضد الإمساك، يعني أكبر ضمانة مش بس الإمساك، أكبر ضمانة ضد سوء التغذية، ضد الأنيميا. الأكل المتنوع مهم جدا 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 خلال فترة الحمل. نمرة 7 وآخر حاجة اللي بنلجأ لها لو كل الحلول دي فشلت وما جابتش نتيجة، أو نتيجتها ما كانتش كفاية، أو الإمساك كان عنيف، وهي الملينات. في سيدات كتير بتخاف من الملينات أثناء الحمل، أو من بتقول إنها مش آمنة. عندنا أنواع كتير من الملينات آمنة ومفيش منها أي مشاكل أثناء الحمل. لو أنت حاسة إنك تعبانة جدا من الإمساك، أو موجود بصفة مستمرة معاكي وتعبك ومش قادرة، بتلجأي للطبيب بتاعك وبتاخدي الملينات، ما تخافيش منها، لأن استمرار الإمساك ممكن يسبب مضاعفات خطيرة زي حدوث الشرخ أو بعض المضاعفات الخطيرة، حتى يعني مضاعفات على الحمل نفسه. فيعني لو حسيت ان الامساك شديد قوي هتضطري تاخدي الملينات، وهي ما فيش منها اي مشاكل ان شاء الله. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش تشاركونا باللايك والشير والسبسكرايب لو عجبكم محتوانا. ومستنيين اسئلتكم على صفحتنا على الفيسبوك عيادة الام والطفل مام بيبي كلينك. شكرا ليكم. قولولي سوري قولولي لو حابين موضوعات معينة متعلقة بالحمل والولادة، او اي موضوعات في النساء، ابعتولي على صفحتنا، انا برد على الرسائل دايما على صفحتنا على الفيسبوك. ابعتولي لو عايزين موضوع معين نعمله فيديو، او نعمله حتى بوست على الصفحة، مفيش مشكلة. شكرا ليكم، اتمنى يكون الفيديو عجبكم واستفدتم منه. السلام عليكم ورحمة الله.